طيب هنروح للسيدات، نطلع فاصل دلوقتي ولا بعد الخبر ده يا جماعة؟ طيب ناخد باسكت السيدات نتكلم عليهم. فريق السيدات زي ما قلت لحضراتكم يعني سبقت انا شوية، قلت لكم ان عندنا مباراة بكرة ان شاء الله مع سموحة. لعبنا سموحة مباراة الذهاب والأولى مع مرتبط، فزنا بنتيجة 80 54، نتيجة كبيرة، والمرتبط بتاعنا كمان فاز بشكل كبير بس تعادل، فاز يعني فاز فرق قريب 76 74 كده، انت فزت الاثنين. هو طبعا سموحه كان بيلعب على ايه؟ سموحه كان يلعب على ان هو يفوز بالماتشين بتوع المرتبط ويلطش ماتش من الكبار، ولكن الحمد لله احنا فزنا الاثنين، فيعني يعني نسب او احتمالات فوز سموحه بقت صعبه شويه. طيب الناحيه الثانيه بيلعب فريق سبورتنج ماشي كويس، وهو كمان قريب جدا من الصعود بعد ما فاز على الجزيره في ماتشين مرتبط وكبار، وكده خلاص هيكون يعني ان شاء الله نهائي مكرر الاهلي وسبورتنج في كل البطولات. يمكن السنه اللي فاتت بس في الدوري الجزيره خرج سبورتنج، كانت مفاجاه، انما السنه دي واضح ان سبورتنج يعني مركزين وماشيين بشكل كويس وعايزين يوصلوا للفاينل على عكس السنه اللي فاتت. طب الماتش الثاني امتى؟ قلت لحضراتكم قبل الخبر الماتش الثاني هيكون بكره باذن الله، ماتش السيدات هيكون الساعه 6، هنطلع في استوديو تحليلي بكره ان شاء الله الساعه 5، نتمنى الفوز ان شاء الله عشان نروح للمباراه النهائيه مع نادي سبورتنج باذن الله، وتبقى يعني الفوز بيها ان شاء الله يكون حلفنا.